تحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية إدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط النظام السابق، وبدأت سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في طريق إقامة حياة ديمقراطية. وتعهدنا مراراً بأن القوات المسلحة لن تكون بديلاً عن الشرعية التي ارتضاها الشعب، فلم نطمح في اعتلاء كرسي الحكم ولم نسعى لذلك، ولكننا كنا نعلم مسبقاً أن العمل السياسي يقتضي الاختلاف في وجهات النظر، وربما يتجاوز هذا الاختلاف إلى حد المزايدة، وهو ما حدث بالفعل، وتعرضت القوات المسلحة للتجريح في حالات كثيرة تحملناها على خلاف طبيعة العمل العسكري لإدراكنا بطبيعة المرحلة الانتقالية. كنا وما زلنا على قرارنا الأول منذ اندلاع ثورة 25 يناير، فلم نطلق الرصاص على صدر مواطن مصري، فالعسكرية المصرية العريقة لديها عقيدة راسخة بأنها جزء أصيل من شعب مصر، مهمتها الدفاع عن الوطن، ولا يمكن أن نسمح أبداً بالوقوف أمام الشعب. وكنا لا نتهاون أبداً في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تجاوزات فردية في هذا الشأن. كان هدفنا الأول منذ بدء المرحلة الانتقالية هو إعادة الأمن للشارع المصري. وتذكرون جميعاً كيف كانت الحالة الأمنية خلال هذه الفترة، وقدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية بهدف رفع كفاءتها وزيادة قدرتها على حفظ الأمن في إطار القانون. وربما لم يكن البعض يرضى عن أدائها، لكن المؤكد أن كفاءتها في تطور مستمر رغم محاولات إضعاف همتها وكسر إرادتها. لم تكن إدارة البلاد في ظل المرحلة الانتقالية بالسهولة التي يتصورها البعض والتي يتحدث عنها كثيرون في وسائل الإعلام المختلفة، فالكلام سهل، أما العمل على أرض الواقع فهو مختلف. فالاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا مرة أخرى للخلف. لكننا في القوات المسلحة مدرسة الوطنية تعودنا على مواجهة الصعاب، ونتدرب على الصبر حتى نحقق الهدف بالتخطيط المحكم والإصرار على النجاح. حاول البعض جرنا لمواجهات وتحملنا المصاعب والتجريح والتشويه، ولكننا لم نستجب لتلك المحاولات، وكنا دائما ولا زلنا نلتزم ضبط النفس لأقصى درجة. وقد تحملت معنا الحكومة هذه المصاعب، فالاعتصامات والاحتجاجات الفئوية وغير الفئوية لا تتوقف، والإنتاج يتعطل، وبالتالي تقل الموارد. رغم ذلك فنحن كمجلس عسكري للقوات المسلحة وحكومة كنا دائما مطالبين بالمزيد، وهي معادلة غير متزنة على الإطلاق. ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كثيرة كانت مصر ولا زالت في أمس الحاجة إليها. لم ننفرد باتخاذ قرار سياسي، وكنا دائما نستطلع آراء القوى السياسية والوطنية وائتلافات شباب الثورة المختلفة، ونسعى لاتخاذ القرار الأقرب إلى التوافق. ومنذ اليوم الأول بدأ التخطيط لعملية سياسية تنتهي بتسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة بإرادة ديمقراطية حرة. فتم الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية وإصدار إعلان دستوري، وتم سن عدة قوانين للإصلاح السياسي، والتزمنا بالمسار الذي توافقت عليه غالبية القوى السياسية، وتقرر أن تبدأ عملية بناء مؤسسة برلمانية في انتخابات حرة نزيهة. لكننا كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات يزداد التوتر والخلاف بشكل غير مبرر على الإطلاق. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يهمه سوى مصلحة الوطن، ولا يهمه من سيفوز في الانتخابات أو من سيتولى الرئاسة، فالأمر كله مرهون بإرادة الشعب، ولا رجعة في هذا التوجه الديمقراطي الذي ارتضاه شعب مصر.
وناضل من أجله في ثورة 25 يناير، وأمام ادعاءات البعض بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطؤ في تسليم السلطة، تم الإعلان في جدول زمني محدد لذلك على المسار الذي حددّه الشعب في استفتاء 19 مارس. أعلننا مراراً وتكراراً أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، لا ننحاز لطرف على حساب أطراف أخرى، فنحن القوات المسلحة التي تحمي الشعب دون تصنيف أو انتقاء. ورغم ذلك يتهمون البعض بالانحياز، وأعلننا مراراً وتكراراً أننا أوقفنا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية إلا في الحالات التي ينطبق عليها قانون القضاء العسكري. شعب مصر العظيم، إن ولاؤنا الوحيد في القوات المسلحة لشعب مصر وأرض مصر، وإن الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إنما تستهدف إضعاف هممنا وعزائمنا، وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة عبر تاريخ طويل، بل وتستهدف إسقاط الدولة المصرية، وهو ما ظهر بوضوح من قبل بعض القوى التي تعمل في الخفاء لإثارة الفتن وأحداث الوقيعة، إما بين الشعب والقوات المسلحة أو بين فصيل وآخر من المصريين. شعب مصر العظيم، إن ما نشهده الآن في الشارع المصري وبعض وسائل الإعلام من اتهامات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولات التشويه والتخويف والتخوين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، فنحن نتحمل مسؤولية وطنية في ظروف تاريخية استثنائية، لا نطمح في الحكم ولا نبغي إلا وجه الله والوطن. إن القوات المسلحة ترفض رفضا تاما هذه المحاولات التي تستهدف النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل، وهو أمر لو استمر سيؤثر سلباً على القوات المسلحة الباسلة التي أدت أدواراً وطنية يحفظها لها التاريخ. لقد قررت ما يلي: قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة، والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012. إن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى لا تطمح في الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وإنها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فوراً والعودة إلى مهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك، من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.